أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الجمعة 15 مايو من عام 2020، وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. الحقيقة النهاردة بقول إن الحلقة بتخص COVID-19 وبسميها حلقة الأخبار الجيدة. ليه؟ لأني عندي بإذن الله خمس أخبار جيدة. ابتدي بالخبر الأول. الخبر الأول اللي بيخص عدد المصابين وعدد الوفيات. فعدد المصابين يعني صباح اليوم قارب أكتر قليلا من 4.5 مليون، وعدد الوفيات يعني تخطى قليلا 304,000. طب واحد يقول لي يعني إيه الخبر الجيد في ذلك؟ أقول لك الخبر الجيد في ذلك، واحد إن هو تم إيقاف المعادلة الأسية، إن كان إحنا الأعداد بتتضاعف كل أسبوع. ده مش بس كده، وتم تحجيم المعادلة العددية، يعني مش بس ما بتضعفش، كان بتزيد بمعدل 50,000 حالة وفاة في الأسبوع، دلوقتي لا، مش 50,000 في الأسبوع، في الأسبوعين الماضيين زادت 100,000. يعني لو حسبناها في الأسبوع ما بقاش 50,000، إنما بقى 30,000 فقط. فده خبر جيد. طب واحد يقول لي ستيل 30,000 عدد كبير، وأنا أعلم إن ده عدد كبير، بس حب أقول لكم معلومة جميلة. لازم تقارنها بعدد الوفيات في العالم كله. تصور الوفيات، لمن لا يعلم معدل الوفيات في العالم اليومي، افتح ودنك معايا من فضلك، 150,000 اليوم، طبعا بسبب أمراض القلب نمرة واحد ثم الكانسر نمرة اتنين. ده بنقول 150,000 اليوم، احنا دلوقتي عندنا 30,000 في الأسبوع، يبقى ده طبعا انتصار. برضو في نقطة مهمة في الخبر الجيد ده، انه في مقاطعة أونتاريو في كندا، وهي من أكبر مقاطعات كندا، 14 مليون وشوية، 71% من الوفيات كانوا في دور المسنين. يعني ايه الكلام؟ طبعا دول ناس بيعزوا علينا ان احنا نفقدهم، لكن دول ناس يعني سنهم طاعن جدا وعندهم كوموربيديتي، يعني عندهم أمراض أخرى، يعني وضعهم الصحي صعب متدهور. طبعا ده لا يمنع ان في وفيات زي ما بنقول في الشباب وايفن في الاطفال، لكن احنا تملي بنختص بعلم الاحصاء اللي هو النسب. ده اول خبر جيد. نيجي الخبر الثاني الجيد، اللي هو طبعا احنا معلقين بالامصال والعلاجات، ده اللي نفسنا فيه. فالخبر الثاني الجيد هو بالنسبه لاخبار الامصال، اللي قلنا ان يعني انظار العالم واماله متعلقه بان يبقى عندنا مصل. وهنا احب نعرف خمس حاجات. إن النهاردة في سباق تاريخي، في قلت زي ما قلت 71 هيئة علمية بتحاول توصل إلى الأمصار. اتنين، إنما بنقول إن الوصول إلى المصل يحتاج إلى سنة لسنة ونص، ده مش كتير، لأن زي ما قلت أسرع فاكسين اكتشفه العالم، أسرع واحد في التاريخ الماضي، كان الفاكسين بتاع المامبس اللي هو التهاب الغدة النكافية، وده حصل في 4 سنين. فما نقول إن احنا هنصل إلى مصر في سنة لسنة ونص، ده إنجاز علمي. تالت نقطة، ودي أحب كل الناس تاخد بالها، إن وجود مصل مش معناه إنه هيقي البشر بنسبة 100%، لأن مثلا في لقاحات وأمصال الإنفلونزا بيقي 40-60% فقط، اللي هو اللقاح بتاع الإنفلونزا الموسمية. طبعا الأنجح هي لقاحات وأمصال الأطفال، بتقي بنسبة 85-95%. فوجود المصل مش معناها هيبقى فيه وقاية 100%، إنما زي ما بنقولها دائما أبدا، الذي لا يدرك كله لا يترك كله. النقطة الرابعة، فوائد المصل. طبعا أحسن فايدة المصل إنه يعمل إيراديكيشن للوباء، بمعنى يكتثه من أساسه، مبقاش فيه وباء خالص، مفيش المرض ده خالص. هذا لم يحدث غير في السمول بوكس اللي هو مرض الجدري في تاريخ البشر. طب الأقل شوية إن احنا بلاش نكتثه، لكن نمنع المرض. طب الأقل شوية، بس ده مش في حالتنا، إن احنا نمنع المضاعفات اللي جاية على المرض. يعني الواحد يجيله المرض بس ما يحصلش مضاعفات، ودي حصلت في بعض الفيروسات كانت بتؤدي إلى السرطانات، بقى الفاكسين لا يمنع المرض ولكن يمنع السرطان. النقطة الخامسة والأهم بقى، إن احنا عندنا في السباق اللي هو ما بين 71 هيئة علمية، في 2 وصلوا إلى المرحلة الإكلينيكية، يعني التجربة على البشر. واحد اللي هو الفاكسين بتاع أكسفورد، وده أحب أقول للأطباء الأصغر سنا فكرته إيه. جابوا فيروس مستضعف
بتاع البرد اللي بيصيب الشمبانزي مش الإنسان، اللي هو الأدينو فيروس. جابوه فيروس بتاع برد في شمبانزي، ونمرة واحد حوروه بحيث ما يصيبش البشر، لأن هديه البشر ما أصل في البشر، يبقى مش عاوز يصيب البشر. اتنين، تم إضافة عليه حتة كده من البروتين بتاع الكوفيد 19 فيروس، فلما أخده مش هيعمل لي كوفيد 19، مش هيجيني الإصابة بالفيروس، لكن في نفس الوقت هيستثير ويحفز الجسم أنه يعمل الأجسام المضادة. بدأت الأبحاث عليه في الحيوانات في فبراير على القرود ونجحت، ثم انتقلنا للمرحلة الكلينيكية في 23 أبريل. الدول اتنين من العلماء والأطباء وهم بصحة جيدة، ما حصل اللي هي التجربة في فيز 1 مفروض، ثم بعد يومين جربوه على 6 وبسرعة جدا اتنقلوا الفيز 2. قلنا ضغمنا فيز 1 مع فيز 2، فجربوه على 1102 مريض، قسموهم لمجموعتين، مجموعة بتاخد هذا المصل ومجموعة مصل آخر عشان نقارن عملية إنتاج الأنتيبوديز. طيب دلوقتي احنا هندخل على المرحلة الثالثة في 3 والأخيرة. إنما طب الأخبار نجاح هذا المصل أو اللقاح هيعلن إمتى؟ قلنا إن سير جون بيل اللي هو البروفيسور في انترنال ميدسين في جامعة أكسفورد قال إنه في النصف الأول من يونيو أو على نص يونيو هيقول لنا مدى نجاح هذا الفاكسين. وأعتقد ده أكتر خبر يعني إثارة للتشويق، العالم كله منتظر. لو إنه نجح قالوا إن هيبتدي إنتاج الأمصال في أول سبتمبر بملايين، وعلى نهاية عام 2020 هيبقى فيه مئات الملايين. وعلى أي بطمنكم إن هم مش مستنين اللي هو إن إحنا نقول نجح ولا ما نجحش، بدأ بالفعل من دلوقتي، مش منتظرين. حتى لو خسروا هذه الأمصال أو اللقاحات، إنتاجه بمئات الألوف من الجرعات والعينات. ده بالنسبة للفاكسين بتاع أكسفورد. خبر تاني جيد إن شركة فايزر، وهي شركة أمريكانية يعني انضمت لشركة ألمانية اللي هي شركة فايزر، أكبر شركات إنتاج الأدوية واللقاحات في العالم، أعلنت إن هي عندها مصل آخر، وبرضو دخلوا في المرحلة الإكلينيكية. وهذا المصل بقى فكرة تانية خالص، إن هو بيستخدموا الماسنجر رايبو نيوكليك أسيد تكنولوجي، يعني بيدوا حاجة تستثير الخلايا بتاعت الجسم، إنها بدل ما تنتج الفيروس تستنسخ الفيروس، تستنسخ البروتين بتاعه، الكورونا فيروس بروتين، اللي هو ما يعمليش عدوى، يبقى أنا مش هيجيني عدوى، لكن وجود البروتين بتاع هذا الفيروس، يبقى هم ادوني المصل يستنسخ إنتاج البروتين بتاع الفيروس وليس الفيروس ذاته، وبالتالي ما فيش عدوى. هذا البروتين يحفز يثير الجسم على إنتاج الأنتيبوديز، الأجسام المضادة، فلو دخل عليها الفيروس بعد كده أنا عندي أجسام مضادة تقتله. يبقى هما اتنين بيستخدموا أنواع مختلفة من التكنولوجي، لكن بنصل لنفس النتيجة. الجميل في هذا المصل أن الـ FDA وهي أكبر يعني هيئة بتعتمد الأشياء، اعتمدت هذا المصل اللي هو هيتم إنتاجه في 4 مصانع، 3 منهم في الولايات المتحدة والرابع في بلجيكا، عشان قالوا انه بإذن الله في على الخريف يبتدي انتاجه بالملايين عشان ننقذ البشرية من هذا الوباء. ده كان الخبر الثاني الخاص بالأمصال. نيجي الخبر الثالث وهو الخاص بالعلاجات، برضو في أمريكا. زي ما بقول دائما ابدا يعني الاوبئه تاتي من الصين، وحل المشكله بياتي في الغرب، ادينا بنشوف في امريكا وفي انجلترا. طيب انه في امريكا اللي هو الريمدي سيفير، ده علاج كان بتاع فيروس الايبولا، لقوا انه هو بينفع في الكوفيد 19 فيروس. طيب بس الحقيقه هو ليس بعلاج سحري، لانه لقوا انه بيمنع المورتاليتي يعني الوفيات في 30%، ودي نسبه كويسه قوي، ومده الاستشفاء نقصب من 15 يوم الى 11 يوم، وده يعني نجاح اخر. واحد يقول لي فهمنا ليه، ان بدل ما العيان هيتحط على التنفس الصناعي الفنتليتور 15 يوم هيشفى ويتشال من عليه بعد 11 يوم، ده معناها ان احنا اختصرنا المده للثلث، يبقى ده معناه ان احنا كاننا زودنا عدد الفنتليتورز المتاحه للثلث، لان هنستخدمها بكفاءه اكتر، بدل ما الفنتليتور يستخدم على المريض 15 يوم يستخدم 11 يوم، يبقى بالتالي وفرنا ثلث الوقت، يبقى كان
ان احنا زودنا عدد الفنتيليتورز. ده بيشتغل ازاي هذا العقار؟ ده بيخدع الخلايا بتاعت الجسم خلاص، فبيخليها تستنسخ، يعني هو يمنع الاستنساخ بتاع هذا الفيروس. في انزيم معين لازم لاستنساخ الفيروس داخل الجسم، هو بيخدعه يتحد مع هذا الانزيم، العقار يتحد مع الانزيم، فبدل من الانزيم داخل الجسم ما يستنسخ الفيروس بيستنسخ حاجة تانية مش معدية لكنها في نفس الوقت منعت المرض. يبقى شيء رائع، يبقى الدواء يخدع الانزيم بتاع الجسم فيمنعه من استنساخ الفيروس وعوض عنه يستنسخ حاجة تانية مش معدية. علاج رائع. وطبعا في كوريا الجنوبية بيقولوا في علاج ثلاثي، بس لما تحقق من مدى نجاحه هبقى اتكلم عليه في حلقة قادمة بإذن الله. نيجي الخبر الرابع، وهو ان هم غيروا النسب. احنا عارفين احنا في الكوفيد 19 كل يوم بنتعلم حاجات جديدة، فدلوقتي النسب اتغيرت. واهم حاجة في هذا الخبر الرائع وبعدها تاني، يا جماعة الإصابة بالكوفيد 19 لا تعني الوفاة. مش كل واحد جاله كوفيد 19 معناها توفاه الله، زي مش كل واحد جاله انفلونزا أو برد معناها مات. طبعا نسبة الوفاة أعلى بكثير في الكوفيد 19، لكن ستيل هي نسبة منخفضة. وديكوا بقى أصدق النسب اللي طلعوها دلوقتي، وده خبر جيد، إن 80% من اللي هيجيلهم هذا الفيروس هيجيلهم إصابة طفيفة أو لا أعراض على الإطلاق، نسميها سب كلينيكال انفكشن، يعني عدوى بدون مرض. بس عيبها ايه؟ ان الشخص ده اصبح بيعدي الناس، هو مش مريض بس بيعدي الناس. وعليه هنا دايما يبين اهميه الماسكس، الكمامات، في منع الكلام ده، ان احنا نلبسها حتى لو احنا سلام وقصادنا سليم. انا ما اعرفش اذا كنت انا حامل مرض او ممكن اخد المرض. طب ده اول حاجه. تاني حاجه، طب قلنا 80% اصابه طفيفه او مفيش اعراض خالص. طب 15-20% هيجي لهم التهاب رئوي، نمونيا. 4% هيجي لهم الأكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، اللي هي المتلازمة التنفسية الحادة، أو يجي لهم شوك وفشل في أكثر من جهاز في الجسم. دول 4% فقط، وده لسه مش ده معناه ان هم يتوفاهم الله. الاول عاوز اقول عشان لصغار الاطباء، ازاي بنشخص الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم؟ لازم 4 حاجات عشان تشخص ان الشخص ده عنده الموضوع ده ويحتاج الى فنتيليتور. 1، ان هو من اسمه اكيوت، يبقى لازم يحدث في غضون ساعات او ايام من الاصابه بالمرض. 2، لازم يبقى اما اعمل تشيست اكس راي، لما اعمل اشعه على الصدر الاقي الرئتين بدل ما فيهم هوا كده ولونهم اسود جميل، الاقي مليانين بطش بيضاء على الناحيتين، بايلاترال انفلتريشن، يعني الناحيتين فيهم بطش زي ما يكون الرئتين كده زي منظر الزجاج الانجليزي المصنفر المخرفش. دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه، لازم يبقى نسبه الاكسجين، لما اقيس نسبه الاكسجين في الدم الاقيها قليله. مفروض ان نسبه الساتوريشن بتاع الاكسجين بتاع الدم الطبيعي بيصل اكتر من 97%، ده نلاقيه 90% الاكسجين فيما هو اقل. نمره 4، ان لازم استثني ان ضيق التنفس الحاد ده ليس بسبب مرض في القلب. It's not of cardiogenic origin. ده عشان اشخصه. طيب الخبر الجاي بقى، ان نسبه الوفيات مش زي ما الناس بالغت فيها، هم 1% بس هم اللي بيتوفاهم الله، وانا اتصور ان حتى هذه النسبه مبالغ فيها قليلا. طبعا 1% ما زال نسبه كبيره، بس يعني مش الواحد يتصور اللي جاله كوفيد توفاه الله. 1% فقط. طب بيموتوا من ايه؟ كنا فاكرين في الاول، معلومات بتتغير كل شويه، ان هم بيموتوا من الالتهاب الرئوي الحاد. لا، انما اتضح ان هم بيموتوا من جلطات في كل الجسم، وخاصة في الشرايين الرئوية البالمونري فيسلز. عشان كده دلوقتي العيانين احد طرق الانقاذ المهمة جدا ان يدوا العيان مضادات للتجلط، اللي هم نسميها بلاد ثينرز، فدي مهمة قوي. وده المعظم بيموتوا من جلطات في الرئة، مش من الالتهاب الرئوي نفسه، مش من العدوى نفسها، وعدد قليل هو اللي بيموت من الالتهاب الرئوي نفسه. يبقى ده الخبر الرابع الجيد، ان احنا التدقيق في النسب، إن ليس كل من يصاب بكوفيد 19 معناها إنه هو توفاه الله. الموضوع 1% فقط، واللي استنتجناه
انه معظمهم مش من التهاب الرئوي كعدوى كانفكشن انما كالتهاب بالجلطات اللي بتحصل اللي هي يمكن منعها في حالات كثيره جدا بواسطه البلاد ثينرز او الانتي كواجلانتس. نيجي بقى للخبر الجاي ده الخامس وهو الاهم عندنا، وهي منظمه الصحه العالميه واللي انا عارف ان احنا عليها مآخذ كثيره، قالت حاجه يعني مش هنضار ان احنا ناخدها بعين الاعتبار، وهي ان الكوفيد 19 ده في حاله اذا ما لا قدر الله ما لقيناش علاجات وما لقيناش امصال فهي مرض دائم، هيبقى مرض دائم ومتوطن يجب ان نتعلم ان نتعايش معه. تمام، ازاي بنتعايش معه؟ بالثلاثيه اللي قلناها، اهمهم على الاطلاق التباعد الاجتماعي، ان احنا نبقى على بعد 2 متر بالاشخاص، وبقول يجب انك تعامل كل شخص ما تعرفوش مش في عيلتك على انه حامل فيروس هذا المرض، فتبعد عنه 2 متر. تاني حاجه، ودي منظمه الصحه كانت قللت منها وسابتنا، مهمه جدا، ان ما امكن نلبس الكمامات، وطبعا مش اي كمامه، ان الناس تلاقي واحد بيحط شراب ويحط حاجات غريبه. الكمامات بنعني بها يا اما السيرجيكال ماسكس، الكمامات الجراحية، أو الـ N95 دي أفضل منها لأنها بتحبك أكتر على الوجه فبتمنع نفاذ الفيروس، لما الكمامات التانية ملهاش أي قيمة أنك تقعد تلبس لي حتة قماش وحاجات غريبة بالمنظر ده. وعلى فكرة هيطلعوا كمان N99 يعني هتقينا 99% مش بس 95% زي الـ N95، زائد طبعا العادات التنفسية الصحية، أنك أنت لما تكح الكح في كمك أو في كلينكس، وبعدين انك تغسل ايديك افري ناو اند ذن وتحط سانيتايزرز مطهرات ومنع لمس العين والانف والفم. دي حاجات الظاهر ان احنا هنتعايش معاها، وحتى انها مش بتقي بس من الكوفيد، بتقي من كل انواع العدوى التنفسيه. فمنظمه الصحه بتقول يا جماعه ده مرض دائم متوطن، علينا ان نتعلم ان نتعايش معه. المشكله في هذا الوباء هي مشكله ثلاثيه، قلت مشكله صحيه اللي هي هيقضي عليها الامصال والعلاج، لكن في نفس الوقت في مشكله نفسيه اللي هي بالتباعد الانعزال الاجتماعي، ومشكله اقتصاديه اللي حصلت في اغلاق العالم كله، لاول مره في تاريخ العالم كله تم اغلاقه. طب ايه الحل؟ قلت الحل بتاع المشكله الصحيه هو بالامصال والعلاج، وفي اخبار قلنا مشجعه، انما الحل بتاع المشكله النفسيه والمشكله الاقتصاديه هو في اعاده فتح العالم. ده الحل. طبعا هم هيعيدوا فتح العالم، انما قبل ما اقول هو اوريدي في حاجات مفتوحه اللي هي ايه كلنا عارفينها، اللي هي المحال اللي بتبيع المواد الغذائيه، الاكل عشان الناس لازم تاكل، اللي هو كل حاجه لها علاقه بالصحه. بس النهارده عملوا ايه بقى في المستشفيات والعيادات والصيدلات والحاجات دي؟ بالنسبه للمستشفيات قالت لا احنا مش هنعالج الحالات اللي هي يعني بيسموها كول كيسز، اللي هي يعني غير يعني ملحه اللي ممكن تاجيلها، واحد عنده عمليه عنده مثلا كيس دهني ولا حاجه ممكن تاجيله، لا احنا هنختص بالحاجات اللي هي واحده بتولد، واحد عنده كانسر، الحاجات المهمه عشان احنا مركزين اكتر في الكوفيد 19، وكذا في العيادات والصيدليات. وطبعا في عدد من البنوك المصالح الماليه فاتحه، فدي حاجات اوريدي فاتحه ما قفلوهاش، احنا بنتكلم على اللي هيفتتح بعد كده. في عمليه فتح العالم في هنا 4 نقط لازم اناقشهم. واحد، اختيار الوقت. لماذا تم اختيار هذا الوقت؟ معظم العالم هيفتح في نهاية الشهر ده أو مع الشهر الجاي، لأنه حصل في معظم الدول تسطيح في الكيرف، كيرف بقى فلاتن، يعني مفيش تزايد في حالات الإصابة والوفيات، بالعكس هي في تناقص، يعني الكيرف ابتدى بدل ما هو طالع سبايك يعني الشوكة اللي طالعة فوق ابتدى يبقى في تناقص. 2، استغلال حرارة الجو والرطوبة، ودي نقطة أنا أحب أتكلم عليها كويس قوي. الناس عمالة تقول لا ثابت إن هو لا علاقة له بالحرارة والرطوبة، هذا كلام خطأ خطأ، وقلت الأدلة واضحة تماما إن معظم المشكلة عندنا في نصف العالم الشمالي اللي هو كان الدنيا عنده شتاء، بينما لما بصوا لأستراليا ونصف العالم الجنوبي في نفس الوقت اللي احنا كنا عندنا مشكلات هنا، هم المشكلات كانت عندهم متدنية جدا، وبعدين بالتجارب جربوها خلاص، جربوا هذا الفيروس على الحرارة والرطوبة فلقوا أنه بيتأثر بزيادة الرطوبة وزيادة الحرارة، فالآن هو وقت مناسب، احنا داخلين على الصيف هيحصل تحجيم
لأنشطة الفيروس ومش القضاء عليه تماما، يبقى وقت كويس نعاود نشاط. يبقى لماذا اختير هذا الوقت؟ لأنه حدث تسطح في المنحنى ولأن ابتدت الحرارة ورطوبة الجو تساعد. طيب مين الناس اللي هنبتدي بيهم في فتح العالم؟ قلت الناس اللي هم أكثر إنتاجا وأقل احتمال إن هم يجيلهم الأضرار بتاعة الفيروس، اللي هم الناس صغارين في السن، اللي هم الشباب أو كل واحد تحت سن العمل تحت سن المعاش. إنما الناس الأكبر سنًا فوق 65 سنة دول هنعملهم عزل نسبي، يمارسوا أنشطة في الحياة، قلت في ساعات مخصصة للمولات، ساعات مخصصة في الأندية في السينمات، إنما لوحدهم. يبقى دول الناس هنبتدي بالناس اللي هي الأكثر إنتاجًا والأقل تضررًا. النقطة الثالثة الأنشطة، نبتدي بأنهي أنشطة؟ طبعًا هنا في يوجد عاملان، الأنشطة الأكثر أهمية والأنشطة الأكثر أماناً. طب رابع حاجة اللي هي الخطة، أنا هنا دلوقتي هعمل إيه في الخطة؟ فقلت إن أنا هقتبس الخطة اللي اعتمدتها أكبر المقاطعة الكندية ومقاطعة أونتاريو اللي قلت أكثر من 14 مليون، فعملت خطة. أنا عارف إن في بلادنا وفي بلدان العالم الثالث لا يمكن تطبيقها بحذافيرها. ليه؟ لأن إحنا فكرة العزل الاجتماعي عندنا صعبة شوية لسببين. اولا الناس في الاحياء الفقيره ما تقدرش تنام كل واحد في غرفه، ما عندهمش هذا النوع من الرغد في الحياه. انت ده الناس محطوطين فوق بعض، يبقى عزل ايه؟ ده البيوت معموله اساسا عشان الناس تنام فيها، انما بعد كده الانطلاق في الشوارع بيديهم فرصه لان هم يتباعدوا عن بعض. فدي نقطه. النمره 2 الناس لا تملك ان كل واحد عنده عربيته. هنا بيقول لك ما تركبش في عربيتك حد مش من افراد اسرتك، ما تعرفوش صاحبك، بس يعني ما انتش عارف عنده العدوى ولا لا. طبعا احنا عندنا في بلاد العالم الثالث الناس تعتمد على المواصلات العامه، يعني غصب عنه في تزاحم. لكن مره اخرى بقول الجمله المهمه، الذي لا يدرك كله لا يترك كله. ده الرد على الناس اللي تقول ما نقدرش. لا، نقدر نعمل جزء من الخطه اللي هقولها وان كان مش كلها، شيء افضل من لا شيء. الذي لا يدرك كله لا يترك كله. طب ايه فكره الخطه دي بتاعت اونتاريو؟ هم قالوا ان احنا مش هنفتح كده على طول كل الدنيا، هنفتحها في 5 فيزز بدءا من يوم 18 مايو باذن الله، اللي هو بعد 3 ايام. خلاص كل فيز هنفتحه، ما بين الفيز والفيز هنقعد 3 اسابيع في حاله مراقبه. فيز ماشي كويس، تصاعد في حالات الاصابات والوفيات مقبول، لازم هيحصل شويه تصاعد، لكن في حدود المقبول هننتقل للفيز الثاني. لكن انتقلنا الى فيز وحصل اوت بريك، يعني تفشي في عدد الاصابات والوفيات، هنرجع للفيز اللي قبل. يبقى 5 فيزز، المسافه ما بين الوقت الزمني بين الفيز والاخر 3 اسابيع، وبعدين نراقب اذا حدث تفشي نعود الى الفيز الذي قبله. وزي ما قلت بال4 شروط اللي قلناها، الوقت اللي اختاروه، الناس اللي هيبتدوا، الانشطه الاهم فالاكثر امانا، ودي القطعه. نبتدي بفيز واحد. فيز واحد اللي هو هيبتدي بعد 3 ايام، وقلت اي فيزس في الخمسه عدة تاني. ما هي القاعده الاساسيه؟ ان العالم بعد كوفيد 19 لن يكون هو العالم قبل كوفيد 19، يعني التباعد الاجتماعي اكثر من 2 متر بينك وبين الشخص، دي حاجه اساسيه، ولبس الكمامات كلما امكن، ومراعاه العادات التنفسيه الصحيه اللي قلناها، دي حاجات اساسيه مش هنتكلم فيها، دي في كل الفيزس هنستمر فيها، مش معناها ان احنا هننساها، مش معنى نفتح العالم نفتح العالم بهذه المحاذير، دي مهمه جدا. وعاوز اقول حاجه لكثير من الناس، الناس بتقعد تقول لك انه ممكن يبقى على سطح معين واخده بايدي وانا احطه على عيني وحاجات من هذا القبيل. كل هذا جائز انك ممكن تحطه على عينك وتحطه على مناخيرك، بس هيبقى ان طريقه الاصابه اساسا هي بالعطس والكلام والكحه، مش بملامسة السطوح. هي يعني معظم الآراء بتقول صح إن هو ممكن يعيش على السطوح وناخده ونعدي روحنا، لكن مش دي الطريقة الأساسية. الطريقة الأساسية هو إن احنا نقابل بعض، نتكلم، نكح، نعطس في وش بعض. عشان كده أهم حاجة إن احنا نتباعد نتباعد نتباعد، ثم ما أمكن إذا أمكن تلبس كمامات. وتيجي نمرة 3 العادات التنفسية الصحية. نبتدي بقى في فيز 1 6 حاجات. هنبتدي بعودة الخدمات الصحية كلها، يعني اللي كان مأجل عملية هنعملها له خلاص. القطاع الصحي هيشتغل عادي خالص لما يخص الكوفيد 19 وغير الكوفيد 19. 2 هنفتح ورش الإصلاح.
اللي هي واحد السيارات والأجهزة. كان في طبعا في حدود ضيقة ممكن تعمل، لكن دلوقتي هتفتح كل ورش الإصلاح. وبعدين الناس يعني تأثرت نفسيا من العزل الاجتماعي، ممكن قالك تقابلوا بعض، الواحد يقابل صديق، يقابل حد فرد في العائلة، بس ألا يزيد العدد عن 4 لـ5 أشخاص. يعني ما ينفعش نعمل حفلة نلم فيها 20 واحد، 4 لـ5. دي أول 3 نقط. الثلاثة اللي بعدين كلهم بيجمعهم حاجة واحدة، اللي هي الأوبن إير، الأماكن المفتوحة. العمالة اللي بتشتغل في الأماكن المفتوحة ترجع بكاملها، ولحسن الحظ إن بناء المدن اللي هي المقاولات، نبني عمارات وحدائق المدن الجديدة، ودي على فكرة أكبر قطاع موجود في العالم كله، اللي هو قطاع البناء والتشييد. فده برجوعه مش هيرجع واحد، هيرجع أهم قطاع في معظم الدول، اللي هو التشييد والمقاولات والبناء والمدن. فده هيرجع، ده open air، هواء مفتوح، الإصابة منعدمة فرصتها في الحالة دي. وبعدين نفس الكلام، ان انا عشان خاطر جسمي ما يتعب بس ابتدي اعمل رياضه بس في الاماكن المفتوحه، ما اروحش جيم. دلوقتي هيبتدوا بفتحها في الاماكن المفتوحه، يعني ممكن العب تنس لو في مكان مفتوح، الناس اللي بتلعب جولف تروح تلعب جولف، لو في على الشاطئ نلعب فولي، اوكي مكان مفتوح. ثم فتح السياحه نمره 6 برضو في الاماكن المفتوحه، خلاص زي سياحه الشاطئ. يعني كنت بستغرب ان يقول لك ايه، الناس يروحوا عندهم القرى السياحيه بس ما يطلعوش على الشاطئ. الله، انت جوه القريه السياحيه انت حابس الناس في منزل مغلق غير جيد التهويه، زي مقارنه جيد التهويه بس مقارنه بالمكان المفتوح، فالناس يتزوروا وفي نفس الوقت في مكان مغلق ينقلوا العدوى لبعض، وانت مانعهم يطلعوا على الشاطئ. طب ما تقعدهم على الشاطئ بتباعد اجتماعي، مع كل عيله تقعد مع عيلتها مع الناس اللي يعرفوهم، ونفس الميه حتى، ده كلها ميه وملح وحاجات جميله خالص تقتل الفيروس. فالوقت هنا هيرجعوا سياحه الشواطئ والحدائق. يبقى العماله في الاماكن المفتوحه، الرياضه في الاماكن المفتوحه، السياحه في الاماكن المفتوحه كلها تعود. ده فيز 1. تقل فيز 2 بعدها بثلاث اسابيع. هيحصل فيه 3 حاجات. تجاره التجزئه الاساسيه، بس ايه بقى؟ مش في المولات، مفيش مولات خالص في فيز 2 هتفتح، اللي هو المحلات اللي هو عارف النظام القديم بقى، اللي هي على مستوى الشارع دي، واحد اللي هي ليها مدخل ومخرج، هو نفس المدخل والمخرج، فممكن اشوف مين داخل ومين خارج. ليه؟ لان مطلوب عدد محدود من الموظفين جوه المحل ومن الزباين متناسب، هيعملوها مع عدد مسطح الامطار بتاعه المحل. كل ما المحل كان اكبر شيء منطقي يقدر يدخل فيه ناس اكتر، ولساعات محدده، دي واحد. 2، المناسبات الاجتماعيه الاساسيه التي لا ترجع هيبداوا بيها. يعني كان لما واحد يتوفى واحد قريبه، ممكن ما حدش يروح خالص، او فرد او فردين، قال لك لا دلوقتي هنعمل الجنازات وعدد محدود. وطبعا الناس بتشتاق، الناس اللي هم عندهم ايمان الى الصلاه، ان هم يروحوا دور العباده، هنفتح دور العباده بس برضه باعداد محدوده. وزي ما بقول، والاساس هو التباعد الاجتماعي والكمامات والعادات التنفسيه الصحيه، انك انت تكح هنا وفي ايدك وبعدين تغسل ايديك كتير وما تلمس وجهك. ثالث حاجه، العماله بقى المنفرده. افرض واحد بيشتغل في محل لوحده، ليه ما يفتحش زي واحد بيصلح ساعات، بيصلح التليفونات، او اي مصنع يمكن التباعد بين العماله فيه، ليه ما يفتحش؟ يعني عدد محدد في مساحه كبيره من العمال، حتى لو هو مش اساسي ما يفتح. ده اللي هو بالنسبه لفيز 2. ننتقل بالنسبه لفيز 3. فيز 3 عندنا 7 حاجات. هيفتحوا كل يعني الحضانات بتاعت الاطفال، لسبب لان انا عشان اروح كموظف او كعامل شغلي، ما انا محتاج اسيب ولادي في الحضانه. انت هتقفلي الحضانه بتاعت اطفال، طب اروح ازاي؟ ما انا لازم اقعد مع الولاد. فهيفتحوها. هيفتحوا كل ملاعب الاطفال برضو بيزد على انها اماكن مفتوحه ولطيفه. وبعدين الانشطه الرياضيه هتبتدي بقى في الاماكن المغلقه. قلنا في فيز يعني قبل كده كان في الاماكن المفتوحه في فيز، وانما هنا لا، في الاماكن المغلقه. زي ممكن اروح الجيم بس برضه هيقولوا لهم عدد محدود. الناس اللي بتلعب هنا عندنا بولينج يروحوا بس بعدد محدود. نيجي بقى 4، تجاره القطاعي الغير اساسيه. برضه مش في مولات، هتبتدي الغير اساسيه في المحلات اللي على مستوى الشارع. 4 حاجات قلناها، اللي لها مدخل ومخرج هو نفسه،
عشان نقدر نراقب عدد معين من الموظفين العمال في آن واحد متناسب مع مساحة المحل وساعات محددة. خلاص زي الأحذية وزي اللبس وزي اللعب. هنا بقى بالنسبة لللبس في حاجات معينة. قال لك مفيش حاجة اسمها انك تقيس، لانك هتقيس وانت عندك عدوى، اللي التاني اللي هيقيس وراك هيجيب، مفيش حاجة اسمها قياس. وحاجة من اتنين، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. حضرتك عارف مقاسك في حاجة معينة، خلينا في الوقت ده روح عليها بالظبط، ما تقعدش مش هنجرب، اللي هتشتريه مش هترجعه تاني، انك مش هتستخدمه في بيتك واحد ياخد العدوى تاني. او الحاجة التانية قال لك افرض واحد يقول لا خلاص مش دافع عاوز ارجعها، هتدفع حاجة من اتنين، يا إما سعر التكلفة اللي الضروري يرموا دي خالص، أو تدفع تمن الدراي كلين، التنظيف الجاف عشان يموتوا أي جراثيم فيها. أنا مفيش بقى حكاية اللي بيقعد يقيس له خمس ست جاكيتات وياخد واحدة في الآخر ويعدي جنبي خمس، مفيش الكلام ده هيحدث. طيب نيجي المصالح والمكاتب اللي مفيهاش جماهير، في عدد معين موظفين، مكتب هندسي، مكتب محاماة، هم اوريدي التعامل ما بينهم ما بين بعض قليل ومتباعدين، هيفتحوا. وبعدين هتبدا الزيارات للمرضى في المستشفيات وفي دور المسنين، بس من قبل شخص واحد او اثنين على الاكثر، ويقعدوا على بالتباعد والحاجات اللي قلناها. هتفتح نمره 7 الكافيتريات والكافيهات والمطاعم، بس برضو باعداد محدوده، يعني بنظام التباعد الاجتماعي، والويترز هيبقوا لابسين الحاجات دي. وبعدين ربما بنستخدم ادوات غير قابله انها يعني ديسبوزابل، يعني معالق وشوك بلاستيك اطباق تترمي عشان تبقى انت، يعني احنا مش هنستخدم نفس الاشياء اللي بيستخدمها اللي قبلنا، ممكن يبقى حتى مش ضامن غسلوها كويس، فقال لك حاجات ديسبوزابل، والعماله هتبقى لابسه ماسكات وحضرت عدد معين من الترابيزات قليل. طيب نيجي فيز 4 بقى، 7 حاجات برضو زي فيز 3 اللي قلناهم، انه كل الموظفين اللي ما بيقدروش يشتغلوا من منزلهم لازم يرجعوا الشغل، اللي هو وظيفته ما تنفعش يشتغلها من بيته. واحد بيعمل رخص عربيات، بيعمل بيطلع بطاقات، بيعمل، لا لازم يبقى ما ينفعش يعمل لك رخصه ويعمل لك حاجات من وانت، لازم يشوفك ويصورك ان سو اون. الحلاقين وصالونات التجميل هتفتح، بس برضو قلنا باعداد محدوده ومواعيد مسبقه. 3 مسموح بقى السفر من محافظه لمحافظه وبين المدن، كانوا منعينها عندنا دلوقتي عشان انتقال العدوى. 4 التجمعات العائليه بقى هتبقى باعداد اكبر، والتجمعات الاجتماعيه، يعني ممكن بقى نرجع للافراح واعياد الميلاد والسبوع والحاجات دي، بس باعداد اكبر ولكن برضو محدوده. وبقولت في كل الفيزس التباعد الاجتماعي، الكمامات، العادات التنفسيه الصحيه، دي مش هتتغير، خاص العالم هياخدها معاه يعني في التاريخ البشري. نلعب كل الرياضات، ترجع الدوري كله بدون او باعداد قليله من الجمهور، يعني نعملها بطريقه معينه. ونفتح المتاحف والمراكز الثقافيه برضو باعداد قليله من اللي هيدخلوا. وبعدين الفنادق هتفتح طبعا عشان دي قطاع مهم السياحه، بمحاذير معينه، زي ما بيقولوا ان هم مثلا من ربع ل 30% من الاشغال بس من الاوض، عشان ما يبقاش الاوض ملزقه ببعض وحاجات زي كده. وبعدين ما بين زبون وزبون لازم يبقى في اليه لتطهير الغرف تماما، والمده ما بين ان واحد خرج وواحد دخل يحددوها بقى كل فندق او كل بلد حسب ما يتراءى له. وطبعا ما فيش بارات ان الناس تقعد بقى يعني سكرانه وعماله تنقل في عدوى وكح وتعطس، ولا مطاعم حتى. هتبقى الاكل تاكله بنفسك. نيجي بقى للفيز الاخير وهو فيز رقم 5 اللي هو عودة كل شيء. كل الموظفين يرجعوا، كل المصالح مع التباعد وأعداد محدودة زي ما قلنا، من إن كل واحد بيدخل لازم نراعي جوه المؤسسة أو المصلحة عدد معين يدخل، واحد واقف على الباب يحكم الدخول ويحكم الخروج، وإن الناس داخلة بكمامات والموظفين بكمامات، وفي تباعد اجتماعي، والعادات الصحية نراعيها. هنفتح كل المصحات نمرة 2 ودور المسنين. هنفتح كل المحلات حتى الغير هامة، محل بيعمل مثلا تاني الناس اللي بتاخد لون كده في عندنا هنا، او بيسقبوا الاذن، او بيعملوا تاتو يرسموا، كل ده افتح كله. هنفتح بقى لاول مره في فيز 5 المولات، بس برضه باعداد محدوده، يعني هيتم في اليه لمراقبه كل باب دخل منه كام وخرج كام، وكمبيوترات سهله دلوقتي بالتكنولوجي ان احنا نعرف عدد، وكل محل جوه هيقف صفه بره
يراقب عدد الموجودين من الموظفين ومن الزباين متناسب مع حجم المحل. هتفتح السينمات، وقلت لكم بالطريقه اللي قلتها دلوقتي، السينما مش حاجه اسمها السينما مزدحمه. انت مش هتختار الكرسي بتاعك، الكرسي نفرض فيه صف معين، واحد تاني واحد هيجي ياخد الكرسي رقم 5، ثالث واحد الكرسي رقم 9، الحفله اللي بعدها هيبقى 2 6 10، الحفله اللي بعدها هيبقى 3 7 11، عشان مش نفس الكرسي يستخدم في حفله ورا الحفله تستخدم نفس الكرسي، وهيتم تطهير الايد ما بين الحفلات، وفي اخر اليوم هيطهروا السينما كامله. ما هو بص، الذي لا يدرك كله لا يترك كله، ده القاعده. واحنا يعني السينمات مش لازم بقى تبقى السينما مستفه، ما احنا نقف في معظم الرب بنروح الافلام بيبقى السينما في عدد محدود، بس مش هتختار حضرتك الكرسي، احنا اللي هنختاره لك. ممكن يرجع الرياضات اللي فيها تلاحم زي المصارعه والملاكمه، والجيم يفتح بقى بس بعدد اقصى، ومدارس الرقص هنا عندنا هتفتح ده في فيس 5. الاحتفالات مصروح بيها باعداد كبيره لو في اماكن مفتوحه. طب نيجي نمره 9، المدارس والجامعات. هنا خدوا قرار بتأجيلها إلى العام القادم. أنا أتصور نفس الكلام ده يمكن تطبيقه عندنا في الثانوية العامة، هندخل الناس إزاي؟ إنما عندي اقتراح بقوله للمسؤولين في بلدنا. ما فيش عدالة مطلقة، يعني غير عند ربنا سبحان الله. ما المانع إن يبقى في 3 امتحانات للثانوية العامة؟ مجموعة تروح تمتحن مثلا من 8 ل 11، ومجموعة من 12 ل 3، ومجموعة من 4 ل 7. فاللجان كل لجنه تاخد طول عدد الاولاد اللي بيمتحن، مش نفس الامتحان ويبقى بالقرعه ما هو اوريدي. حتى في لما بيبقى الامتحان واحد ما فيش عداله مطلقه، ليه؟ حظك انت ذاكرت حته انا ما ذاكرتهاش، يعني دائما في فرصه. بس اللي مذاكر عموما كويس ايا كان الامتحان هياخد نمره حلوه، واللي مش ذاكر هياخد نمره مش كويسه. فده حاجة مهمة جدا زي المدارس والجامعات. نيجي بقى نمرة 10، الطيران والسياحة. دي مشكلة أخرى، أنا ببص جنبينا هنا المطار شايف الطيارات قابعة، حاجة تحزن. مفيش طيران، مفيش سياحة، مفيش انتقالات. طيب بالنسبة للطيران بيفكروا، العالم يفكر وبننقل الأفكار دي. إنه قبل ما تروح المطار وفي جوه الطيارة، قبل ما تروح المطار أو قبل ما تركب الطيارة، أسهل طريقة نقيس حرارتك، اللي عنده حرارة يبقى ده عيان خلاص، مش هندور عنده إيه. قال لك في طريقة أدق، ان النهارده وصلوا البي سي ار اللي هو اختبار الفيروس، ان ناخد مسحه من الانف، بس لازم دلوقتي قالوا لازم تاخدها من جوه خالص، ما تاخدهاش من بره، ممكن ما تلاقيش فيها وهي جوه، فعشان كده بقت المسحه عميقه. تروح عياده حضرتك قبل ما تركب الطياره بعده ساعات، دلوقتي وصلوا الحاجات في البي سي ار نقدر نعرفها بعد ساعه ولا حاجه، وتسيب لهم رقم الرحله بتاعتك والايميل بتاعك وترجع بكم قبل السفر مثلا ب6 7 ساعات. هم شافوا ان حضرتك عندك الفيروس، هيخبروا شركة طيران الجدع ده ما يركبش، وحضرتك يقولك ما تروحش. دي الفكرة، دي الوقاية التامة، الاقل ان احنا نقيس الحرارة. ده ازاي بيفكروا هنا؟ طب اثناء ما انت راكب في الطيارة بقى هيعملوا حاجة اسمها سوشيال ديستانس. ازاي؟ ان نظام الكرسي اللي في النص هيبقى فاضي، يعني انت عارف الطيارات كتيرة فيها 3 كراسي، اول واحد وتالت واحد، اللي في النص فاضي، بس حضراتكم هتدفعوا ثمنه. ما هو طبعا ده هيؤدي الى غلاء في كل حاجه، وده اللي احنا مشاهدينه. نمره 2 بقى، حضرتك قاعد بقى عمال تقول بيبسي عصير مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. انت هيجيبوا لك علبه بلاستيك ببلاستيك تقعد تاكل فيها، ويفوتوا كده بصندوق تاخد لك ازازه ميه مفيش غيرها، ويفوتوا تاني بشويله كده ترمي فيها الحاجات دي، ما حدش هيتلامس معاك، ونوع مش هنقلل ما امكن مرات التعامل وما بين البشر. العالم بعد كوفيد 19 لن يكون هو العالم قبل كوفيد 19. اما بقى الحاجات اللي هو بتاع ترامب دي بقى، ان يقعد يقول لك مش عارف نحقن سانيتايزرز، انا عشان كده وقفوه عن الكلام الفارغ ده. ايه اللي نحقن سانيتايزرز؟ ومش عارف قال تدخل جوه الجسم اشعه فوق حمراء او الترا، ما اعرفش هيدخلوا اللمبه دي ازاي، من الفم ولا من الشرج ولا منين؟ ايه الكلام ده؟ عشان كده قال له بس اقعد كده، والحمد لله ريحنا من الاقتراحات الرائعه بتاعته. وطبعا ما زال عندنا في دولينا برضو ناس عماله تقترح، واحد يقول لك عصير برسيم، قم تنتهي ان الناس كلها تنهق، مش ما تاخدش الكوفيد 19. اي حقص يا جماعه في هذا الموضوع كوفيد 19 لا يدلي بدلوه غير اهل العلم، وفقط اهل العلم. وفي النهايه اسال الجميع ان نواصل الدعاء لافراد الجيش الابيض
اللي هم في خط المواجهة، خاصة من يتعامل منهم مع مرضى كوفيد 19. نسأل الله أن يحفظهم جميعا ومرضاهم سالمين، وأسأل الله للجميع دوام الصحة وذوال الغمة، وإلى أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أستودعكم الله وأشكركم شكرا جزيلا.